الآن كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس الأمن السياحية، معالي الضيوف الكرام، رحب بكم في الملتقى التاسع. ولقد عثرت أن كلمة رئيس الهيئة والكلمة السنوية للملتقى أن توزع، ولا نطيل عليكم اليوم بكلمة مطولة، ولكن يبقى أن نقول أولا وبعد الحمد لله سبحانه وتعالى أننا نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي نعيش فيها ولله الحمد، ونشكر ونرفع بالشكر القدير لمقام سيدي وخادم الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله الذي يدعم الهيئة ويدعم السياحة الوطنية والتراث الوطني بشكل خاص، والذي حقيقة بدأ هذا الدعم منذ تأسيس الهيئة وأول زيارة له في الرياض لهيئة السياحة في ذلك الوقت. والكلمة الظافرة التي سمعتوها اليوم التي ألقيت من مقامه الكريم في الملتقى في سنة 29 حقيقة كلمة مؤثرة، من حيث أنها تلغي أي اعتبار يتردد اليوم عن أن السياحة هي صناعة ترفيه، وأي حديث اليوم على الانطلاق في مشاريع الترفيه بغض النظر عن الصناعة الكبرى التي أسستها الدولة ضمن مؤسسة اسمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مع شركاء منهم ما بلا شك إمارات المناطق وشركائنا في القطاع الخاص، يعتبر مضيعة لمزيد من الوقت. وأنا أقول مزيد من الوقت لسبب أنه كما قلت في السابق أنه أكبر خطر على أي اقتصاد في العالم هو الفرص الضائعة، وفي مجال السياحة الوطنية حقيقة قد ضاع منا فرص كثيرة، ونحن تركنا المجال مفتوح من خلال التردد، من خلال التأخر، ومن خلال الضعف في المبادرة بالتمويل، ترك المجال مفتوح حتى تنطلق دول أخرى. واقع نهنئها على نجاحاتها في منطقة الخليج وغيرها بأنها استفادت من هذه الفرص وتحولت في برامجها الاقتصادية نحو هذه القطاعات المنتجة. البشرى هي ما نسمعه من سيدي خادم الشريفين حفظه الله في لقاءاته العامة والخاصة عن اهتمام الدولة واهتمامها الشخصي بأن تنطلق السياحة الوطنية بشكل عاجل، وأن يعود المواطن وقلب المواطن إلى وطنه، وأن تفتح أبواب الوطن ويفتح قلوب أبناء الوطن في كل مكان لاستقبال المواطنين الذين يعتبرونهم الكنز الأول للسياحة الوطنية. الأرقام اللي نسمعها اليوم على نمو السياحة الوطنية حقيقة حدثت من جراء التحول الكبير الذي حدث في السنوات 15 الماضية، بتحول المواطن من متردد إلى متحمس للسياحة الوطنية، ومن مشكك في بعض الحالات إلى متأكد ولله الحمد بإمكانيات هذا البلد العظيم وما يحويه من مواقع ومن بشر ومن ترحاب ومن جميع المقومات التي تجعل السياحة في أي بلد وأي وطن قصة نجاح. ولعل أهم عناصر قصة النجاح هذه هو المواطن السعودي، والجانب الأهم هو السوق المحلي. المواطن السعودي الذي اليوم يغذي اقتصادات الدول الأخرى كسائح، هو يسكن هنا ويرغب أن يرى بلاده، ويرغب ببرامج الترفيه، ويرغب أيضا وأهم شيء بالوجهات السياحية التي تأخرت كثيرا ولم تنطلق بعد. المواطن السعودي اليوم هو أكبر سوق في المنطقة الذي يتسابق أن يحوذ عليه الآخرون، ونحن نخسر هذا السوق وهذا العامل الاقتصادي الكبير، وتخرج من بلادنا مئات المليارات في سبيل أننا لم نحقق للمواطن حتى الآن ما يطمح إليه مع كل الأرقام التي سمعنا اليوم، والتي حقيقة كان يمكن أن تكون مضاعفة في مجال عدد الغرف الفندقية في مجال أهم بالنسبة لنا هو فرص العمل. الدولة رعاها الله هي دولة خيرة بلا شك ولله الحمد، والدولة رعاها الله ضخت مئات المليارات بل آلاف المليارات في قطاعات اقتصادية كثيرة، ولكن الدليل على أن فرص العمل لم تتحقق على موازاة لنمو السكان وخاصة الشباب هو ما تقوم به الدولة من برامج مثل حافز، ومئات المليارات صرفت على برامج مثل حافز
التي أرادت منها الدولة وهذه الدولة الخيرة أنها تردف الشباب الذي لا يجدون فرص عمل، كان بالإمكان تحقيق المعادلة ولو جزء كبير منها بنمو وتستثمار في قطاعات اقتصادية فعلا منتجة ومرغوبة لفرص العمل بالنسبة للمواطنين. الدليل أن السياحة الوطنية والتي لم تمول حقا لأن تنطلق انطلاقتها الحقيقية، التي تأخر كثير من قراراتها التي تؤدي إلى نموها وتحقيق النتائج المأمولة كما حققت دول الخليج، الدليل أن السياحة الوطنية هي ثاني قطاع مسعود في الاقتصاد الوطني بأقل قدر من التدخل، والدليل أن السياحة الوطنية في هذا النمو الكبير جدا سوف تصل قريبا إن شاء الله إلى 500,000 غرفة فندقية بدون برنامج للقروض لمرافق الإيواء. وبعد أن تم ولله الحمد الآن صدور قرارات كثيرة في العام الماضي، بلا شك نعتقد أنه مرحلة التحول التي تنشدها الدولة قد فعلا تمت في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني منذ 15 عام منذ بدايتها، وخال محرم الشيخ الملك سلمان يحفظه الله ومن سبقه في رئاسة من سيادات الهيئة الأمين السلطان رحمه الله من نايف كانوا يؤكدون على التحول على ثلاث مسارات. أولا أن إنشاء الهيئة كان حقيقة مشروع تحول اقتصادي للتوجه نحو البدائل الاقتصادية بعيدا عن النفط، وأن تتحول المؤسسة إلى مؤسسة حكومية تعيش في عصر جديد. فلذلك نحن اليوم نقول، وهذا ما قال أيضا معالي وزير الخدمة المدنية ومعالي وزير الاقتصاد وغيرهم، أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حقيقة هي نموذج للبرنامج التحولي في الإدارة الحكومية التي تنشدها الدولة اليوم ولله الحمد، وهذا واقع وأمر ومعروف ومعلوم. الشيء الثاني أنه تنظيم صناعة السياحة الوطنية، وأنا أشدد على كلمة الصناعة أن هي الكلمة السحرية باعتقادنا بعيدا عن الفقاعات التي تحدث من خلال قرارات بعض المؤسسات الحكومية في تطوير جانب أو تطوير مسار أو تطوير نوع من الترخيص أو تبني مبادرة أو أخرى. الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قدمت للدولة في ضمن الاستراتيجية الوطنية التي تم إقرارها قبل أكثر من 11 عام مشروع ريادي لتكوين صناعة اقتصادية متكاملة بكل عناصرها، بالعناصر النظامية والتنظيمية والأنظمة والقوانين، بعناصر التمويل وبناء الشركاء وبناء مقدمي الخدمات وجميع المسارات منها الأمن ومنها العلاقات المجتمعية والشراكة المحلية. ونعتقد أن الدولة اليوم سوف تكون كما سمعت من المسؤولين عن برنامج التحول، وأحب أن أقول اليوم وأنا أسعد وأفتخر بذلك، وسمو الأمير فيصل هو رائدنا في هذه المنطقة أيضا قال كلاما مهم قبل أقل من شهر بأن السياحة في منطقة الرياض سوف تكون من أكبر القطاعات المقبلة إن شاء الله. هذا الكلام قد يكون سمو أخي الأمير فيصل لا يعرفه، هو رائد أيضا قام بشكل قوي في القصيم. عندما بدأت الهيئة حقيقة نحن انطلقنا في القصيم، وكنت أقول أن القصيم من أهم وأول ثلاث مناطق حقيقة حققت نسب النجاح برعاية وإدارة سمو الأمير فيصل. بأقول اليوم هو أيضا ما قاله سيد الملك سلمان يحفظ الله عندما زار الهيئة في أول مناسبة قبل أكثر من 16 عام. وأنا أقول الملك سلمان وأرد ذلك لأن سمو الأمير فيصل وأنا ومن يعمل اليوم حقيقة تخرج من هذه المدرسة. ملك سلمان لم يؤمن أبدا بالفقاعات، ولم يؤمن أبدا بالتصريحات، ولم يؤمن أبدا إلا بالبناء وخاصة البناء البنية التحتية. كان دائما يفتخر ولا يزال أن يقول عندما كان أمير منطقة الرياض لم ينبهر بالأشكال والألوان، كان يحرص ويركز، وأيضا مع قيام تطوير مدينة الرياض هذه الهيئة الوثابة أنه أن الرياض تستحوذ على أكبر قدر من الاستثمار في البنية التحتية التي ساعد الرياض اليوم أن تنطلق كمحور اقتصادي كبير جدا وعاصمة للدولة. ملك سلمان جلس في أول اجتماع وقال أنه ما رأى في الاستراتيجية الوطنية اللي عرضتها الهيئة أو محاورها الأساسية أن يعتقد البعض أنها أحلام، وكان يقول هذا الكلام قيل له قبل 30 عام من ذلك الوقت عندما عرضت خطة الرياض والتوسع في مدينة الرياض، أن من أتى إليه وقال هذه أحلام، واليوم نرى هذه الأحلام تتعدى وتتجاوز التوقعات. وحقيقة عندما قدمت الهيئة الخطة المحكمة الاستراتيجية الوطنية لم تكن خطة قام بها استشاري مثلا بوحده أو قام بها شخص أو آخر، كانت أكثر استراتيجية مفتحة على الجميع، كل الوزارات الحكومية وكل الشركاء والجامعات والمواطنين. وهذه المعادلة الأساسية أن نجاح
الهيئة السياحة الوطنية في جذب المواطنين للدخول في هذه المسارات هو كان أن ذهبنا إلى آلاف القرى والمواقع المحلية وتكلمنا مع السكان متعلم أو غير متعلم، يعني شهادة أو غير شهادة، الذين يعملون نساء ورجال كبار وصغار، ولم ننظر المواطن أنه شخص يتلقى فقط الصدقة أو يأتي تطوير من فوق. رأينا أنه المواطن يجب أن يكون هو النقطة الأولى التي تبدأ فيها في الدولة في العمل نحو المستقبل، وهذا هو ما سمعناه من سيدي الملك سلمان يحفظه الله في ذلك اللقاء، وهذا هو ما قلناه أيضا لفريق برنامج التحول الذي أتى إلى الهيئة قبل فترة وقال لنا نحن، ومع أن الهيئة دعيت متأخرة حقيقة لبرنامج التحول، قال نحن ننظر لفريق الهيئة الذي يعمل أنه أكثر الفرق جاهزية في معلوماته وفي انضباطه وفي التزامه بالعمل من 6 صباحا حتى 10 بالليل و 11 بالليل، وأنه كل ما طلب من الهيئة كان حاضرا وجاهزا وواقعيا في معلوماته. الدليل أن الاستراتيجية الوطنية في 2005 التي أقرت من الدولة أعيد دراستها من جديد في 2010 وخرجت تقريبا بنفس الأرقام. فلذلك استثمار الدولة اليوم في إنشاء صناعة اقتصادية الآن انضم إليها صناعة التراث الحضاري، ونحن قريبا سوف نقدم للدولة أيضا أرقام المردود الاقتصادي لصناعة التراث والثقافة في مجال في المملكة العربية السعودية. لذلك أنا أدعو دائما أن الدولة اليوم ولله الحمد، وهذه نظرة الملك سلمان يحفظه الله، أنها تركز أكثر على إنشاء الصناعات الاقتصادية الجديدة. ولو أقول الصناعات التي يمكن لا تحسب اليوم كصناعات اقتصادية مثل صناعة الرياضة التي هي حقيقة ليست صناعة متكاملة العناصر المملكة العربية السعودية، صناعة الثقافة وصناعة العلاج والاستشفاء وصناعة التعليم. ولذلك الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اليوم لديها نموذج ناضج وجاهز، وباعتقادنا وأنا أستطيع شبه أجزم إن شاء الله هي أحد القطاعات كما سمعنا من البرنامج التحول التي هي الواقع فعلا تعتبر اليوم من أهم 3 قطاعات التي مستهدفة وجاهزة لأنها تنتج فرص العمل بسرعة للمواطنين وتحقق النمو الاقتصادي. والمعادلة لم تكن معجزة ولم تكن مستحيلة، هي معادلة نضوج الاقتصاد وابتعاده عن اقتصاد النفط. الفرصة الضائعة هي أننا في التركيز الذي حدث في قطاعات غير منتجة سواء القيمة الاقتصادية المضافة أو فرص العمل أننا وقعنا في فخ النفط، وهذا ما قاله سيدي حمام الشيخ الملك سلمان. وكل ما يحدث اليوم من إجراءات في الدولة والتقليص في الميزانيات أو الانطلاق في أبواب أخرى كله لأننا نعيد الكرة، وإن شاء الله أن هذه الفرصة لا تكون هي فرصة ضائعة ولكن إن شاء الله فرصة متحققة. المملكة العربية السعودية حتى أختم أستطيع أن أقول وتحسب علي أن المملكة العربية السعودية في انطلاقة السياحة الوطنية متضامنة مع قطاع الثقافة والتراث الحضاري وفتح الأبواب للمواطنين، السوق الأول المستهدف عندنا وغير المواطنين، مثل الآن إن شاء الله القادم إن شاء الله سوف ينطلق برنامج العمرة المرتبطة السياحة المرتبطة بعد العمرة، سياحة ما بعد العمرة مع بمعية سمو أمير المنطقة مكة المكرمة. والأسواق المستهدفة الكبيرة بالنسبة لنا أن المملكة العربية السعودية وتحولها الذي أعلناه في الهيئة في اللقاء 15 هذا العام أن تتحول إلى وجهة المسلمين كما هي الآن الحمد لله قبلة المسلمين، وجهتهم الاقتصادية وفتح أبواب المعارض والمؤتمرات حتى المستثمر يأتي عمره واستفادة كما يقال، وجهتهم الاستشفائية والطبية، وجهتهم الترفيهية، أو وجهتهم حتى يتعرفوا على تاريخ بلاد الحرمين وتاريخ نهوض الإسلام وخروج الإسلام من هذه البلاد العظيمة. ترميم المواقع وإعادة المواقع التي تهدم كثير منها وإعادة قلب المسلم أيضا إلى بلاد المسلمين كلها قضايا تهم الإنسان المسلم وتهمنا جميعا في هذا المجال. أطلقنا برامج عيش السعودية، برامج المسارات السياحية، برامج التراث العمراني والملتقيات والمعارض، وحازت هذه الجائزة الهيئة على جوائز كبيرة جدا من ضمنها بلا شك مرتين متتاليتين بيئة العمل في الإدارة الحكومية وجوائز في كل مجالات. الجائزة المهم بالنسبة لنا هو عندما نرى المواطن فرحا سعيدا مستبشرا وهو يزور بلاده. فأنا أقول اليوم إذا كان هناك أي من مسؤولين الدولة، والواقع المواطن السعودي ثبت أنه أكثر تقبلا وأسرع فهما للمعادلة، المواطن السعودي سبق المسؤول السعودي
في الانطلاق والتحمس والترحيب بنمو السياحة الوطنية. وتمنينا جميعا أن نكون مشينا في نفس الموازاة حتى نحقق أمنيات هذا المواطن. اليوم أنا أتحدث وأستسمح سمو أخي الأمير فيصل أخي الأكبر ومدرستنا الأمير فيصل يحفظه الله، حقيقة أنا تعلمت من الأمير فيصل شيء كثير. أستسمح سموه بأني أذكر في اجتماع الأول مجلس التنمية السياحية في القصيم، وقال سموه كلمات مهمة جدا، قال أن المواطن في القصيم سوف يكون هو أكبر داعم ومحرك للتنمية السياحية وليس أمير المنطقة ولا يمثل المسؤولين في المنطقة. وهذا هو حقيقة ما حدث فعلا في الثورة الكبيرة الاقتصادية في القصيم وانطلاقتها في مجال التراث خاصة ومجال السياحة. بقي وهذا حقيقة ينطبق على جميع مناطق المملكة. من يقول اليوم أن المواطن يريد أن يبقى في بيته ويتلقى التعليمات ولا يكون مشارك حقيقي في كل حراك في بلاده فهو لا يعرف المواطن، ولم يذهب معي في آلاف الزيارات لبيوت الناس وقرى الناس، ويعرف أن المواطن السعودي أنه وإن لم يحمل شهادة علمية فهو بالفطرة متعلم وفاهم وحكيم يملك الحكمة ويحب بلده ويريد أن ينطلق أن يفتح باب بيته وقلبه للمواطن الآخرين. فلذلك أي تردد، ونحن عانينا من هذا التردد من أي مسؤول في الدولة اليوم، أن هذا القطاع الذي هذه القطاعات الصناعات الكبيرة التي اليوم تحتاج تدخل قوي من الدولة ضمن برنامج التحول لأن تنضج، ولأن المواطن يجد التمويل حتى يبني المرافق. اليوم المواطن يشتكي من غلاء الأسعار لأن السياحة الوطنية هي القطاع الوحيد الغير ممول من الدولة. يعني تصور توقف اليوم التمويل للصناعة كم ترتفع قيمة السلع اليوم أمام الناس، أو التمويل لكثير من القضايا التي تمولها الدولة اليوم. فلذلك اليوم أنا إن شاء الله متفائل كثير أن الدولة وهي في هذه المرحلة التي أعلنتها في 2005 تبدأ تسليم المسؤوليات وتسليم هذه الصناعة الاقتصادية إلى الشركاء وهم أهم شركاء، أن اليوم يأتي الوقت أننا فعلا نقر المواضيع ونحركها، وهي من أهمها بلا شك أن يقر مجلس إدارة الشركة الاستثمار التنمية السياحية التي قررتها الدولة، وهذا الموضوع مرفوع أمام المجلس الاقتصادي الآن، وتنطلق هذه الشركة الرائدة التي بدأت قبل بعض شركات الخليج التي أسستها دول الخليج لبناء هذه المرافق الكبيرة في الخليج وبناء البنية التحتية. أن تنطلق شركة الضيافة التراثية، والحمد لله هي انطلقت الآن وتقدم خطتها الاستراتيجية وتنطلق في بناء مرافق الضيافة والخدمات الضيافة في المملكة التراثية. أن ينطلق برنامج التمويل، هذا اللي تأخر أكثر من 9 سنوات، أن ينطلق برنامج التمويل لمرافق السياحة بكل أنواعها، ونؤمل أن ميزانية هذا العام وإن لم تشمل هذا البند يعني شيء أيضا يعني مؤثر كثير، أنه فعلا يكون هناك تدخل من الدولة حتى ولو اضطر الأمر إن شاء الله ما يضطر إلى سحب بعض الموارد المالية من الصناديق الأخرى وتوجيهها نحو القطاع الذي سوف ينتج حقيقة فرص العمل وهو جاهز للنمو. أيضا وفي النهاية أقول أتذكر أيضا رجلا كبير وكريم وفقدناه هذا العام الماضي، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل رحمه الله، والذي كان يجلس وكنت أجلس بمعيته يحفظه الله مدافعا، أنا كنت مدافعا على مشروع تطوير العقير وتأخر مشروع تطوير العقير، وأن المستثمرين وضعوا جميع المبالغ في البنوك وينتظرون انطلاق هذا المشروع. كان يحفظ الله يذكر كثير مما ذكرته في استثمار الدولة في قطاعات تشبعت الآن بالتمويل، وجاء الوقت أن نبدأ الآن ولم تخلق التحول المطلوب في الاقتصاد الوطني، أن نبدأ الآن بالقطاعات التي ونمولها ونعززها التي ثبتت فعلا أنها قطاعات أقبل عليها المواطن عملا ورغبة واستثمارا. وحقيقة قطاع السياحة الوطنية وقطاع التراث الوطني هو القطاع القادم في الاقتصاد من ضمن القطاعات الجديدة التي ينظر إليها إن شاء الله تنظر إليها الدولة. أنا أحيي حقيقة الكلمة سمعتها من أخي وزميلي الأخ صالح الجاسر مدير قطاع السعودية، ولعلي أتذكر عندما كان أحد الشباب الذين يعملون في أحد الشركات المعروفة في المملكة
وكنت أنظر إليه أنه رجل فعلا مؤمن بالتحول، وهو وأيضا معالي رئيس الطاقة المدني الأخ سمال حمدان، ونحن اليوم أيضا في هذا العام دعونا وما في شك ساعدنا بعضوية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مجلس إدارة الخطوط السعودية ومجلس هيئة الطاقة المدني. فلذلك نحن نعمل سويا، وانطلاق الخطوط في زيادة رحلاتها هذا العام حقيقة بتعاون كبير مع الهيئة، نريد إن شاء الله أن نكون هناك هذه الخطوط الممتدة. صناعة السياحة صناعة ضخمة، فيها النقل وفيها الأمن وفيها المرافق وفيها مقدمي الخدمات وفيها التجربة السياحية وفيها الفعاليات. الهيئة اليوم أسست كل هذه القطاعات وانطلقوا مقدمي الخدمات بشكل قوي، وتحتاج اليوم إلى الوقفة القوية من الدولة حتى تحول إلى اقتصاد واقعي. لذلك أنا أشكر سمو أخي الأمير فيصل والحضور الكرام، واشكر معالي امين عام مجلس التعاون الخليجي على حضوركم اليوم معنا، ومعالي السفراء والحضور الكرام، ونتمنى ان شاء الله يكون الملتقى ملتقى خير على الجميع، وهو حقيقه ياتي في وقت مهم جدا، وقت التحول. لن نخسر هذه الفرصه مره اخرى، ولن تكون فرصه ضائعه مره اخرى، والملك سلمان وهو ملك البلاد وقائدها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.